بس قبل كل اشي بحب اذكر لا تنسوا تشتركوا في القناة، تضغطوا على الزر الاحمر سبسكرايب او صابونة او اشتراك، تفعلوا الجرس اي شي بيطلع لكم تحت، تأكدوا انه اول اوكي يعني كل شي بوصلكم وهيك تمام. بيبلد فيديو، مرحبا فيكم فيديو جديد من قناة بيبلد اللوي يا احلى الناس. يوم النزال بين دارك نايت دراجون فارس الظلام والمجرد القوي جلاديتور باهانديا. يلا نبلش. دارك نايت دراجون مكسور من هنا، بروكن ليتل بيت، ما علينا. فارس الظلام مفروض وقف الحلبة، بس منيح. لا انا فكرت انه كان هو عم بلف باتجاه المجالد، يعني المجالد لعن دريخه وعم بمشي غصب عنه. يا فارس الظلام وقف الحلبة، وقفها زي بالانمي اسبيستون. فارس الظلام طار عندي، ما شاء الله عليه المجاهد، ما خلى اشي مهزه، مزعج. يلا فارس الظلام، شفت قدرت تمتص دوران. اوكي شكرا لكم لمتابعتكم فيديو، لا تنسوا تشتركوا في القناة، تضغطوا لايك. اللي ما بيعرفش انه جلاديوت بهامدي المجرد القوي هو عبارة عن نوع سمكة، على فكرة سمكة اشي مفترس مثل القرش او اشي هيك غريب، وفرس ظلام تنين يعني، بس اسماء سبيستون طبعا ما شاء الله عليهم بيغزوا العين كثير، دبلجة الزهرة ومركز الزهرة كثير اسمائهم صح وبتشبه لهذا كثير واضح. لا تشتركوا في القناة، تعطونا لايك، خلونا نوصل هذا الفيديو ل، بعرف انه صعب، خلونا نوصل هذا الفيديو ل 35 لايك مشان نصير ننزل كل يوم، وفي فيديو مفاجأة، انا ما بعرف في سحب على بلبل فارس الظلام جديد. اوكي.